السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أيضا معانا مفردة جديدة المفروض نتعلمها ضمن الكلايمت تشينج. هذه الأمور اللي نسولفها حاليا جدا مهم نتعلمها مفردة مفردة، لأن هي الأساس بدخولنا إلى موضوع التغير المناخي. الموضوع اللي حنتناوله لهذا اليوم، وأتوقع هاي أول فقرة أنت تنزلها قبل ما تشتغل عليها كل البروسيسنج الباقي، هو الجلوبال كلايمت ديتا، او الى اسم ثاني نسميه الجنرال سيركوليشن موديل. الجلوبال كلايمت موديل لهم نفس الاختصار جلوبال كلايمت موديل، لان هو موديلز نماذج فنحط لها اس، او الى اسم ثاني يسمون نموذج الدوران العام جنرال سيركوليشن موديلز. تمام؟ فاذا لقيت انت في البحوث او اطاريح او اثناء السيرش مرات تلقاها بكلمه جلوبال كلايمت موديل، او مرات تلقاها بالجنرال سيركوليشن موديل. تمام؟ هم اثنيناتهم نفس الاسم واختصارهم واحد جي سي ام اس. نجي هذا شنو هو هذا النموذج او موديلات المناخ العالميه او او نماذج الدوران العامه، شنو هاي شو اقصد بيها؟ احنا مو اخذنا موضوع اسمه الانتر كومبارجن بروجكت قبل، اخذنا موضوع بهذه الصيغه قلنا اللي هي عبارة عن جهود اللي اسمه Coupled Modal Intercombargen Project اللي هو CMIP. هذا اللي هي عبارة عن مراكز نمذجة مناخية متوفرة حول العالم تعتمد على أساس التقرير اللي صدره هيئة الـ IP الـ Intergovernment Panel Climate Change. تعتمد على هذا التقرير اللي صدره حتى تسوي لنا موديلات تأخذ بتأثيرها كل الامور المناخيه اللي هي السي ليفل، الاوشن سيركوليشن، الاتموسفير كومبوزيشن الى اخره، حتى ننتج بيانات مناخيه مستقبليه عالميه. تمام؟ فهذا المشروع المقارنه اللي هو الكابلت موديل انتر كومبارجن بروجكت، مو هي قلنا عباره عن مراكز بحثيه حول العالم حتى نسوي نمذجه للتغيرات المناخيه، ف ينشؤون موديلات. هاي الموديلات خاصة بهذا النوع اللي هسه اليوم بدنا نسولف عنه، الجلوبال كلايمت موديل. هم الغرض منهم شنو؟ يردون يسوون موديلات حتى ننزل الموديلات، يعني موديلات خاصة بالبيانات المناخية العالمية. تمام؟ هاي الموديلات هم ينشؤوها لكل بلد خاص بها. راح اعطيك نبذة، يعني فد نبذة من هذه الموديلات. هاي الموديلات راح اذكرها اني هي خاصة شوف لاحظ هسه هاي العبارة ذا كابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت فيس 6 اللي هو سي ام اي بي 6 اس كوردينيت انترناشونال اوفر، نفس التعريف، يوفر لك يعرض لك اللي هو عباره عن لارج نمبر اوف، عباره عن عدد كبير من الكلايمت موديلنج سنتر، من المراكز النمذجه المناخيه حول العالم. وفر ضمن هذا الفيس او هذا الطور اللي هو الطور السادس عدد من الموديلات المناخيه لتنزيل بيانات الفيوتشر استنادا التأثيرات المناخية والسيناريوهات الخاصة بهم. عدد من الموديلات، لاحظ شوف هسه انها كاتبت لك هذا الموديل كان اللي اختصاره ESM5، هذا كنديان معناها كنديان ايرث سيستم موديل فيرجن، يا فيرجن 5، فهذا الاختصار مالته. شنو معناه هذا؟ معناه هو از جنرال سيركوليشن موديل او جلوبال كلايمت موديل ديفلوبد باي يا سنتر كنديان سنتر، هاي ضمن كندا، اوف كلايمت موديلنج لنمذجة المناخ اند اناليسيس، لنمذجة وتحليل المناخ. يتضمن هذا الكومباوند الخاص ايضا، شوف كلهن ياخذ التأثير الاعتبار حتى ينشئ لك يعني بيانات مناخية مستقبلية على نطاق عالمي. ياخذ تأثير الاتموسفير الغلاف الجوي، ياخذ تأثير الاوشن المحيطات، ياخذ تأثير السي اي سي الجليد، مستوى سطح البحر، كذلك ياخذ تاثير اللاند كفر لاند يوز او اللاند سيرفيس السويل سيرفيس، كل هاي يدخلها بنظر الاعتبار، بالاضافه الى البوليسمنت سيموليشن الى اللي احنا نسميها المحاكاه الواقعيه البشريه غيرها. فهاي اول لاحظ الموديل الثاني كمثال، هذا اللي هو ام اي ار او سي 6، هذا الموديل مال ريسيرش سنتر يا فيرجن، هذا معناها هذا موديل، هذا انتر ديسيبلينري الار ريسيرش، وهاي اون وهاي كلايمت وهاي 6 معناها فيرجن 6.
تمام. هذا عبارة عن General Circulation Model أو Global Climate Model، طورة من قبل منو؟ الشابانيز ريسيرش انستيتيوت، من قبل مؤسسة البحوث اليابانية. أيضا يتضمن الأتموسفير والأوشين واللاند سيرفيس والسي آي سي وغيرها. تمام عيني، نجي للبعده وهكذا. هذا يا فيرجن، هذا يا فيرجن. شوف لاحظ كل من نعطيه مؤسس من دولة. هذا من قبل منو؟ من قبل هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، جيرماني. اللي بعده مثلا خلينا نشوف من المسؤول عنه، نرويجيان. هذا بالنرويج، نرويجيان كلايمت سنتر. تمام. اللي بعده هايدلي سنتر، اتوقع تعرفون الهايدلي سنتر، هو الناتشرال انفايرمنتال ريسيرش، تابع لليو اس اي الى امريكا. يو كي اير سيستم موديل فيرجن واحد ديفلوب باي يو كي ميتيو اوفيس هايدلي سنتر وغيرها. تمام. كده تشوف هاي عبارة عن مجموعة، راح اعطيك هسه انا صورة تبين لك الموديلات اللي خاصة بالطور السادس كله. لاحظ تقدر تنزلها مباشرة. هاي الصورة هسه راح اكبر لك اياها انا حتى شوية تكون واضحة امامك. هاي لاحظ عندك النمبر، عندك الموديل نيم، وعندك الانستيتيوت المؤسسة او الكاونتري التابع لها، وعندك الريزوليوشن. لاحظ اذا تنتبه مثلا اكو بعضهن ينتمي لاكثر من بلد، يعني لاحظ هذا اوروبي 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 اوروبي. زين اذا احنا كنا تابعات الاوروبي، ليش اكثر من واحد مسوين؟ هو واحد وكافي؟ لا، كل من الريزوليوشن مالته يختلف. الريزوليوشن شو يقصد بيه؟ يقصد بيه اللانجتيود في اللاتيتيود في الاتيتيود. تمام عيني. فهذا الريزوليوشن، لاحظ هنا مثلا عندك هذا روسي، هذا الموديل روسي وهذا ايضا روسي. زين ليش ما نكتفي بواحد؟ لا، هذا الريزوليوشن مالته يختلف عن هذا الريزوليوشن. ولاحظ الاختلاف وين؟ لاحظ نفس اللانجتيود واللاتيتيود، فقط الاتيتيود الارتفاع يختلف، هذا 21 وهذا 73 وهكذا. اكو يو كي، اكو شابان، لاحظ ان الموديلين جيرماني المانيات، اكو كوري، اكو طوكيو، اكو بعد وين؟ يو اس اي امريكا. شوف لاحظ كم موديل امريكي، يو اس اي يو اس اي يو اس اي، ثلاثه هسه لحد الان موديلات امريكيه، بس كل من ريزوليوشن مالته يختلف عن الثاني. فاذا اهم فقره تخليها ببالك من تختار الموديل، الى نيم والى المؤسسه اللي انشئته والى الريزوليوشن الخاص بي. تمام عيني. وانت ما تتحكم بهذه الامور تلقائيا، ان شاء الله على المحاضره الجايه راح اعلمك شلون تنزل البيانات تلقائيا. انت من تروح على الموقع الرئيسي اللي هو خاص مثلا، انت راح تنزل الطور السادس، مجرد وعلمتكم بالمحاضره السابقه شلون تدخلون على الموقع وغيره، مجرد ما تدخل عليه راح تلقى هنا سورس اي دي. تدخل هنا على السورس اي دي راح تلقى كل الموديلات اللي هسه حكينا عليها. انت اكيد ما تختارهم كل، هنا تقريبا كم موديل؟ هنا تقريبا 27 او 31 موديل، فانت تختار الموديلات الاقرب لك. تمام عيني. تختار لك فد حسب الاختيار، ما له في شيء محدد صراحه، حسب الريزوليوشن، حسب كل ما تكون، كل ما يكون يعني الموقع قريب من منطقه دراستك يكون افضل وغيرها، يعني عدد من المحددات تحدك باختيار يعني الموديل. فلاحظ هاي الموديلات كلها موجوده، تختار لك انت مثلا فرد ثلاث اربع موديلات، تلقائيا تعطي النكست انتر، يسوي لك سيرش، راح يبحث لك البيانات المناخيه اللي انت تريدها ضمن هذا الموديل. تنطي اكيد بوينت سورس وكذا، هاي طريقة تنزيل البيانات المناخية، ان شاء الله راح اشرحها لكم بمحاضرة واحدة حتى ما تختلط عليكم الاوراق. هسه ان شاء الله تكون محاضرتنا لهذا اليوم واضحة، اللي هي خاصة بالجنرال سيركوليشن موديل او الجلوبال كلايمت موديل، وشلون انزلهن من موقع او السي ام اي بي اللي هو كابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت الفيز السادس او اي طور حسب انت الدراسة اللي راح تدرس بيها. جزء تبي المستقبل تشوف هذا الفيديو، جزء تواصل الى طور الدعش او الى الطور العاشر. خلي ببالك هذا التقرير السادس او هاي تنشئه او تعمله الهيئه الدوليه الحكوميه المعنيه بتغيير المناخ اللي احنا نسمينها الانتر جفرمنت بانل كلايمت تشينج، تصدر لك كل اربع كل خمسه الى سبع سنوات تقرير. هذا التقرير تقعد الهيئات الخاصه بمشروع المقارنه الكابل موديل انتر كومبارجن بروجكت، تنشئ لك موديلات خاصة بالنموذج بالنماذج المناخية الإقليمية العالمية الجلوبال أو النماذج الدوران العامة اللي هي هاي الموديلات. لاحظ هالشكل، كل من تنتمي إلى مؤسسة وتقدر الريزوليوشن الخاص بي،
ينطيك البيانات الخاص به، وهاي عبارة تربطك إذا أنت تريد تدخل بالتفاصيل هذا الموضوع، راح يربطك بالجي آي إس وراح يربطك بالريموت سنسنج، لأن كل موديل هذا مصمم إلى فد قمر صناعي موجود، هذا القمر الصناعي موجود بال يعني بالفضاء ضمن هذا الريزوليوشن أو ضمن هذه الأبعاد. فأنت تلقائيا راح تختار حتى أنت تكون ضمن اليقين، لأن تعرف أنت عندك انسيرتينيتي، فشنو تسوي؟ ما تختار موديل واحد تشتغل عليه، المفروض تاخذ أكثر من موديل، وهو يسوي لي الأفرج، يعني خطأ تاخذ موديل، لأن إذا أنت خلي ببالك أهم فقرة وضعف احنا نسميه أو يعني مشكلة يعانون منها اللي يدرسون بتخصص علم المناخ، هو تأثير الانسيرتينيتي، عدم اليقين. واكثر نسبه عدم يقين تاتي من الجنرال سيركوليشن موديل، من انزل بيانات الجنرال سيركوليشن موديل. لذلك اذا ما تقرا البحوث تلقى مرات ياخذ فت 6 7 موديلات، 8 موديلات، 4 موديلات، المهم ما ياخذ موديل او موديلين حتى يتجنب ظاهره الانسرتينيتي. ان شاء الله تكون محاضره هذا اليوم واضحه. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناه، ان شاء الله نجاوبكم وتكون هاي المعلومات مفيدة لكم نوعا ما. صراحة هاي نبذة المعلومات اللي نعطيها هي عبارة عن خلاصة دراسة أشهر متواصلة نسهلها عليكم احنا بهذه الفيديوهات القصيرة. نلتقي بكم إن شاء الله على ذلك الحين بفيديو آخر أيضا ضمن مفردة جديدة نتعلمها من الكلايمت تشينج. دمتم بأمان الله وحفظه.